مرحبا بكم أحبتي المشاهدين الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم صوت الناس. وسائل الإعلام اليوم تحدثت ومنذ الصباح الباكر عن عملية عسكرية واسعة النطاق ستقوم بها القوات العسكرية في مدينة الفلوجة. الهدف المعلن من العملية هو تنظيف المدينة من عناصر مسلحة وعناصر إرهابية وعناصر تابعة لتنظيم القاعدة أو داعش، ما شاء الله كثرة المسميات عندنا هواية. على كل التسريبات الإعلامية حقيقة، من نقول تسريبات يعني أخبار غير مؤكدة تتناقلها وسائل الإعلام نقلا عن مصادر أمنية، مصادر عسكرية مسؤولة تقول أنها ستبدأ مساء الأحد يعني هذه الليلة، ولم تحدد ساعة الصفر. طبعا هذا أكيد هو عمل عسكري، والجهة العسكرية التي تصدر الأوامر تتحفظ على الإعلان عن ساعة الصفر لأسباب كثيرة، لسرية العملية، للقيام بمباغتة الخصم، أو لربما لزرع حالة من الخوف النفسي لدى الخصم. هذا هو ما يجري عادة في المواجهات أو الأعمال الحربية أو القتالية. هنا نريد أن نشير إلى أن التسريبات الإعلامية، وأول من بدأ بالإعلان عن هذا الأمر عن الهجوم، هجوم الليلة على الفلوجة، هي كانت وكالة رويترز، ومن ثم قناة العربية نقلت في تقرير موسع لها عن الاستعدادات التي تجري. أيضا وسائل إعلام أخرى أشارت إلى نشر قناصين في ضواحي المدينة، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية كبيرة الهدف منها هو أن تستيقظ المدينة الفلوجة في اليوم التالي على نظافتها من الإرهابيين أو تنظيمات القاعدة كما تقول وسائل الإعلام. بالطبع الناس اللي موجودين في المدينة، واللي أيضا بعد شوي راح نعرض عليكم تقرير، التقرير يتضمن صور، الصور نقلا هي عن أهالي المدينة، أهالي الفلوجة اللي يشكون بها حالهم، يقولون القتل بلغ أشدة على الأطفال وعلى النساء، والقصف العشوائي سواء من الهاونات أو الدبابات أو وسائل الإطلاق الأخرى لربما من طائرات من الجو، يقع على البيوت، لا يميز بين صغير أو كبير، لا يميز بين رجل وامرأة، هو قصف عشوائي من اسمه، يعني قنبلة تجي عمية توقع، أما أن تصيب وأما أن تخيب، وإذا أصابت ما تعرف المن راح تصيب المن راح تقتل. هذه الصور وهذه اللقطات هي ليست من عندياتنا، يعني مو من عندنا، احنا مو احنا اللي جايبينها، وإنما هي نقلا عن وكالة رويترز، وهذه وكالة رويترز تعرفوها وكالة عالمية، يعني خاف أحد عنده عتب على القناة يقول ليش تجيب هيك صور، ليش، وين كانت هي الصور في غاية الإنسانية، يعني حالة على كل وسائل الإعلام الشريفة الطيبة النظيفة الوطنية أن تتناقل هذه الصور. وبالفعل تم تناقل هذه الصور من أكثر من قناة، وليست قناة التغيير هي من نقلها فقط. على كل، نعود إلى موضوعة التسريبات الإعلامية. التسريبات الإعلامية أشارت مثل ما أسلفنا إلى أنه الهجوم سيبدأ الليلة، ولكن في نفس الوقت هناك من نفى، يعني مثلا أبو ريشة طلع، السيد أحمد أبو ريشة اللي هو رئيس مجلس الصحوة في الأنبار والذي هو يصطف مع الجانب الحكومي،
نفى، قال لا ماكو، احنا ما عندنا هجوم، القوات العسكرية ما عندها نية للهجوم هذا اليوم أو هذه الليلة على الفلوجة. مثل ما أشارت أيضا قيادة عمليات الأنبار قالت غير محددة، العمليات لم تبدأ اليوم بما معناه وهي غير محددة. من هذا نفهم، يعني من وسائل الإعلام ومن الرد المناقض أو النافي خلينا نقول، نفهم أن هناك حرب نفسية، حرب نفسية تمارس على هذه المدينة وعلى أهل المدينة وعلى المسلحين الذين ما زالوا يمسكون بالأرض في هذه المدينة. يعني شنو حرب نفسية؟ يخلوهم بقلق، ها اليوم راح ننقصف، ها اليوم راح يبدأ هجوم، ها لا تأجل، حالة من الإرباك الهدف منها هو إضعاف المقاتلين اللي موجودين في الفلوجة. طبعا احنا أشرنا مرارا وتكرارا إلى أنه المقاتلين الذين يظهرون على شاشات التلفاز وعلى وسائل الإعلام، المسلحين الذين يظهرون في الفلوجة يقولون احنا لا داعش ولا ماعش، ما لنا علاقة لا بهذا ولا بذاك، احنا نطلق على نفسنا مسلحي العشائر، احنا ابناء هذه العشائر، ابناء هذه المدينة، ندافع عنها على أي حال. جدلية هي، لكل طرف يتمنى ما يريد، اللي يريد أن يميل مع العشائر ومع المسلحين له روايته وله تبريراته وله مكامنه العقلية أو الذهنية أو النفسية الخاصة به. كذلك الطرف الآخر، القوات الحكومية ومن يصطف معها أو من يؤيدها أو من يميل لها أيضا له تبريراته وله رواياته، تضاربت الروايات وتضاربت القصص، ولكن الواضح على الأرض، هذا يجب أن من فيه، الواضح على الأرض أنه اللي موجودين فعلا أكو ناس يعني مقاتلين دي يطلعون يستولون على آليات، يغنمون أسلحة كذا، ويعلنون أنهم أبناء العشائر، والدليل على ذلك أنهم لا يحملون لا راية سوداء ولا لا إله إلا الله، يعني شعار التنظيم القاعدة أو داعش ما موجود. هذا لا يعفينا، لا يعفينا من القول بأن نعم هناك تنظيمات إرهابية، هناك تنظيمات للقاعدة، هناك تنظيمات لداعش، ولكنها غير موجودة في داخل المدينة سواء الأنبار أو الفلوجة. هذه مكانها معلوم ومعروف للقاصي والداني، هذه تختبئ في الصحارى، في الجزيرة، في عند الحدود العراقية السورية. وهاي قصة أيضا والله ملينا منها حقيقة، لأنه هذا الطرف يعتب علينا وهذا الطرف يعتب علينا، ولكن احنا نتمنى من الله أن نكون موفقين قدر الإمكان في نقل ما نستطيع أن نتحدث به بشكل صحيح أو بما هو واقعي. على أي حال، حتى نشوف مخرجنا شمهي إنه طيب يقول الاتصالات بلشت أو بدأت، أنا أيضا أسمع رنين الهاتف في غرفة الـ MCR أو الكنترول، خلنا نستمع للمتصلين للناس يقولون. إذن الأخ جبل من بغداد، تفضل أخوي. مساء الخير. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أستاذ جلال، خل شوية يقولون نرفع الكاميرا ولا نخليها بس بالفلوجة، خل نرفعها على العراق وخل نرفعها على مستوى العالم. يعني نحن من الناس طلعت موجة النساء المعتقلات بالسجون وأعراضهم، وإحنا عرب، هذه بداية الشرارة، وإحنا صار لنا 11 سنة هو القتل مستشري بينا. طبعا التقادم بالجرائم لا ينسي الجرائم الأولى، يعني من دول الأمريكان وحرقة والحرق والنسل، فلا خليها بالفلوجة. أستاذ جلال،
يعني هذا القتل والتقتيل اللي صار لداعش سنة وهاي النساء، يعني هل الإسرائيليين والصهاينة يقدرون يسوون هيك بنا؟ هل الإسرائيليين والصهاينة يقدرون يجرون واحد بالهمر أو يحرقوه؟ يعني على أي دين، على أي مذهب، على أي عقيدة، على أي برجع تقليد هذول يمشون؟ يعني هي الفلوجة، يعني الأمريكي من إجى هنا وانتهت الحرامات وانتهتوا عبير الجنادي والحارس يصيحون دول داعش القاعدة اختصبتها. يعني الأمريكان مو من ضمن داعش، أبو غريب هاي مو من ضمن داعش، هذول القضاة اللي يحكمون بالإعدام هذول مو داعش، هذا المحقق الجلاد اللي دا يقتل مئات الآلاف، مئات الآلاف يا أهل الجنوب والشرجية، ولدكم من دا يداهمون دا يهجمون على تل أبيب، دا يهجمون على حيفا، على يافا مباشر، أسماءهم وذروات الرواتب موجودة والمالية موجودة ورتبكم ومكاناتكم جذبات، لا العفو والله احنا شنا من في مو هاي صار داعش يا اخواني، اعراب نساء المسلمين مو نساء الاسرائيليين، احنا حتى اعضاء نساء المسلم اليهود احنا ندافع عنها، حتى المصارف الثانيه، يعني اي شيء اي خلق اي قيم اي مرجعيه تتجه بهذا الشيء. وما اعرف هذا الحكي تذكره ام نصح كيفكم شو تريدون تعتبروه اعتبروه، شكرا. شكرا اخي جبل لمشاركتك. بلا شك نحن نحترم كل الآراء، كل واحد يعبر عن وجهة نظره، كل واحد يقول الموقف اللي فاهمه. نستمع إلى وجهة نظر أخرى. إذا الأخ ستار من بغداد، تفضل سيدي ستار. سيد ستار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله الفوز قريب، المالكي ساحقهم ساحق، نعم خشومهم إن شاء الله. ألو، تفضل يا ستار، الكل يسمعك، تفضل. المالكي إن شاء الله أسبوع كسر خشومهم كلهم دول الوهابية إن شاء الله. شكرا لك أخي ستار، كنت أتمنى أن تستمر في الحديث معنا وتعبر عن وجهة نظرك بكل حرية وبكل ما تريد، يعني مع إيضاح أكبر للفكرة. على أي حال أتمنى أن تكون مشاركتك معنا مستقبلا مطولة ولا أن تنهيها بهذه الكلمات المبتسرة. ننتقل إلى متصل آخر، الأخ أحمد من بغداد. مرحبا يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طال عمرك استاذ، المشاركة مالتي بس بدي اخذ رسالة لان اهل السنة قاطبة، يعني ترى انتم ما تخلصون من الحزب الحاكم، وخلينا نكون فريحين من الشيعة، لانه هو عندهم فتوى تقول انه السنة لازم يذبح، فاحنا هويتنا ما نخفيها، لازم احنا السنة لازم ندافع عن اعراضنا، وعيب على كل سني يستحي يحامي اخته بالكلام او الدفاع عن اكلس بسلاح او اي شيء. وشكرا للاقتصاد، ولازم الحقيقه تقولونها صريحه ولا تستحون لا تخافون. أحمد كذلك مثل الأخ ستار أشكرك، كنت أتمنى أن تستثمر الدقيقتين اللي موجودة، العداد مالها دائما في أسفل الشاشة. نعم، إذن مشاركة من الأخ مصطفى من سامراء عبر سكايب، تفضل يا مصطفى. نعم زميلي، بداية تحياتي لكم ولكل مشاهدي قناة التغيير الفضائية أينما كانوا. حياك الله يا مصطفى. نعم، بداية دعونا نروي لكم ما يحدث اليوم في مدينة سامراء من خلال استقبال النازحين من مدن محافظة الأنبار، من أقضية الفلوجة والقرمة ومدن الصقلاوية بل وحتى الرمادي.
اليوم مدينة سامراء استقبلت ما يقارب 1500 عائلة، وهذا كبير بالنسبة لحجم القضاء بهذا الحجم. بداية إيه؟ أهالي سامراء وعبر مساجد المدينة وعبر علماء الدين وشيوخ العشائر وكل الأناس الذين هم أصحاب الغيرة والشرف في المدينة، يعني اليوم وقفوا موقف مشرف، حتى أهل الأنبار لم يجدوا هذا الموقف حسب وصفهم بأنهم في بيوتهم في منازلهم، وكان الاستقبال ذا يعني ذا روح عالية تعبر عن الإخاء والوحدة الوطنية. ما رويت إلينا من شهادات من قبل المواطنين صراحة، وخاصة حيوا فيها وسائل الإعلام. ماذا رووا؟ ماذا رووا لكم يا مصطفى؟ ماذا رووا لكم؟ نعم، الروايات التي تقول يعني انه سبب نزوح هذه العوائل هو القصف العشوائي الذي يستهدف المواطنين بكثرة، بل يعني لا يفرق القصف بين المواطنين وبين المسلحين، سواء مسلحي أبناء العشائر أو التنظيمات الأخرى. اليوم المواطنين يعني مستاءون جدا بسبب هذا القصف العشوائي الذي تتعرض إليه مدن محافظة الأنبار، يعني رغم الوعودات التي أطلقت من قبل الحكومة بإيقاف القصف، يعني إلى أن لهذه اللحظة قبل قليل التقيت بآخر عائلة دخلت إلى المدينة وقالوا والله هربنا من هذا القصف. ما قالوا أن هناك من يوجد في مدن محافظة الأنبار هم أغلبهم أبناء العشائر، ويعني كانوا على بعد من احتكاكهم مع الجيش، ولكن الأمر الذي اضطرهم إلى هذا الأمر هو كل ما يحدث في مدن محافظة الأنبار، يعني الكل مستاء من قبل أنت مصطفى بجملة أخيرة من فضلك، أنت يعني كيف ترى الصورة في الأنبار؟ يعني وجهة نظرك كيف ترى الأمر باستثناء القصف؟ يعني هو اليوم أعتقد هذا الموضوع يؤثر ينعكس سلبا على المدنيين بالتحديد، وهذا ما يراه البعض. يعني أنا من وجهة نظري ربما هو الضحية هو المواطن. شكرا جزيلا أخي مصطفى، شكرا، تحياتنا لك. إذا هذه كانت مشاركة عبر سكايب. نحن دائما نحث المشاهد الكريم على أن يشارك معنا في البرنامج عبر سكايب، وهي طريقة سهلة جدا على فكرة، يعني هي ليست بصعبة، على الأقل تعطي مصداقية أكثر، يظهر المتصل معنا بالصورة والصوت. أنت أيضا عزيزي المشاهد الكريم مرحب بك أن تظهر معنا بالصورة والصوت في البرنامج. ننتقل إلى مشاركة عبر الهاتف. إذن الأخ محمد من الأنبار، مرحبا يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي خلي شيعة العراق ينصفون بأهل السلمة، خلي ينصفون، كلما كان هناك من يدافع على عرضه وأهله يسمونه بداعش، وقبل أيام من يدافع على عرضه يسمونه بالبعثية، خلي ينصفون بأهل الأنبار، خليهم ينصفون بيهم. والله إن جثثهم كالكلاب مشمرة على الشوارع، ورساتي الى اهل الوسط والجنوب بس خلي يجون ياخذون مثل الكلاب مرميه. ويا اهل الانبار، رسالتي الى اهل الانبار، ان كأوف الروافض فانهم والله اعداء المله واعداء الدين، فاحكموا العبوات وجهزوا الكواتب، والسلام عليكم ورحمه الله. والله انا ما فهمت شنو اللي قاله الاخ، اي حقيقه. يلا المهم عبر عن وجهة نظره، خلينا ناخذ مشاركة أخرى. إذا محمد من صلاح الدين، تفضل يا محمد. مساء الخير. مساء النور، يا مرحبا. أخي العزيز، يعني رجاءً أنتم القنوات هاي الثلاثة الأربعة الباقية، رجاءً جوزوا من شغوة واحدة، أولاً موضوع تظلون تركزون على داعش وغيره وغيره. شيء منتهي ومعروف أنه لا داعش ولا غيره. المالكي من بداها كلمة متنة أول أيام الانتفاضة انتهى الموضوع، وراها من يقول حزب حسين ويزيد خلاص انتهى. أنا بالنسبة إلي كعربي سني
المالكي بعد ما ممكن يصير رئيس وزراء علي، لانه من قال انت احنا جماعه كبير خلاص احنا جماعه كبير انتهى، بعد ما ممكن يصير علي رئيس وزراء هذا شيء انتهى. اثنين رجال الدين ولا واحد احترم منهم ابدا من السعد المنعي وغيره، لان لو شرفاء يعلنون جهاد هسه على بيت المالكي في كل محاضرات السنين ايش قاعد ينتظرون؟ ورا ما راح يخلص المنبر راح يروح يجي صلاح الدين راح يهجمها للموصل وينتهي الموضوع. ما راح تصير بعد، شوف اخذها مني هو غايته انه بالانتخابات ماكو سنه بعد بالموضوع. فرجال الدين كلهم من السعدي الى حتى الظاهري غيره غيره كلهم مرفوضين بعد، لو يعلنون جهاد بالمحافظات السنيه لو يعطون خروي ويسدون حلوهم. الاخرى الشيعه المتعبين الكل ياهل هذا يا الشيعه بالجنوب يا الشيعه والمرجعيه، يا شيعه مرجعيه، اخي الحرب بين الشيعه وبيننا انتهى الموضوع، الشيعه انتهى الموضوع بيننا وبينهم، ماكو وصدقني اكذوبه واسطوره مال اكو عشائر عربيه شيعيه، كذب كلهم قرص مجوس. اكو عمرك بحياتك سمعت عربي يحن الفارسي او فارسي يحن العربي؟ مش همه، اذا ذولا قرص مجوس، اخي جوزوا من كلمه مرجعيه، وانتم قناتكم مع احترامي، ارجوكم ما يرضي الوسط. اما شوفوا قنواتهم المشبه من الصحابه الى امهات المؤمنين الى الدنيا كلها، يا اخي انت يعني الى ما تظلون هالاسلوب هذا الغريب؟ شو هذا نفاق؟ اعلنوها علني سيروا ويا ذولا لا ويا ذولا وانتهى الموضوع. وكاف العاد وقسما لله شوف اما يطلع لي البر. اشكرك اخي محمد شكرا. يعني مع التحفظ على بعض العبارات التي وردت في اتصالك ولكن يبقى هو الرأي لك. نعم حسن من بغداد تفضل يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ جلال شلونك؟ كل الهلا اخي حسن يا مرحبا. يا اخي احنا نحكي على شغلة داعش. نعم. وهاي المشاكل كلها نصيب من دول جارة. ممكن تنصي لي صوت التلفزيون حسن؟ الله يرضى عليك. اي حاضر حاضر اي والله حاضر 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 يدلك حاضر يدلك. فإن ذن الدولتين معروفات وهذا الشعب العراقي المسكين طايح بيها زين. نعم يعني سيدنا خلصوا الرمادي الله يرحمه إلى سوريا وبعدين يسللون. نعم. وهم مثل المرة ثانية وعلى هالكرة والضحية إحنا العراقيين السنة والشيعة والناس المساكين والتهجير وهالأمور البلد. نعم. ونشكركم على البرنامج. الشكر لك أخي حسن شكرا. نسأل الله أن يحمي العراق ونسأله تعالى أن يبارك بهذه الأرض الطيبة ويجعل من أبنائها يعني يدا واحدة لا فرق بين هذا وذاك. خلي ننتقل أحبتي المشاهدين الكرام إلى مشاهدة التقرير اللي أشرت في حديثي قبل قليل إلى أن الصور التي وزعت هي وزعت من قبل وكالة رويترز. راح تشوفون الناس شلون يستغيثون، الناس شلون متألمين، الناس عتبهم كبير، وجعهم وألمهم كبير أيضا. خلينا نروح للتقرير عيني. قرابة الشهر والفلوجة تعيش تحت التهديد والقصف الأعمى المستمر. إنها السياسة التي يتبعها نظام الأسد ضد الثورة السورية، يحاصر المدن ومن ثم يشن حملة قصف مكثف لهدمها من الداخل. الأمر برمته لا يعد كونه ورقة ترفع حظوظ زعيم الحزب الحاكم في انتخابات نيسان المقبل في العراق إن جرت هناك انتخابات. الإصرار على العنف الأهوج في التعامل مع سكان الأنبار من قبل الحكومة لا يأتي كخطة عسكرية ولا لمصلحة وطنية، بل هو تعنت وحسب ما ولد غضبا عارما في الفلوجة.
أخي القصف، القصف أدى عوائل. يا أخي أنت ما تقصف وحدة عسكرية لو تكن عسكرية، أنت تقصف ناس أطفال. يا أخي هم الأطفال تيحاربوك، أنت مو مسلم، أنت مدعي بيها الكربلاء والحسين. عمي هو كربلاء كانت تضحي بالناس، الحسين كان يشيل الطفل، يشيل الطفل ويبوسه. أنت تعشف أطفال نسويت بيهم، أنت مسلم؟ أنت أنت مسلم؟ أنا أحاربك، تعال تريد الحرب أنا علي، تعال اطلع على السريع، أنا على السريع تعال حاربني. أنا مو بالبداية بنص النسوان صاير لأبو جاسم. أنت ما كان في حد يريد من عندنا المالكي؟ شو يريد يهجم بيته؟ متخيل العالم قاعده وساكته، شو يريد بعد من عندنا؟ يعني يعني بيت فارع يضربوه؟ ما كان في حد يريد بعد؟ مو هجم بيوته؟ الله يهجم بيته، الله يهجم بيته ان شاء الله. شو يريد من عندنا بعد؟ شو يريد؟ كل شنو اللي يريده؟ هذا الارهاب، هذا يريد 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 يطوب، خليه يطوب. شنو اللي يريده بعد من عندنا؟ يريد نسواننا؟ شو يريد من عندنا بعد؟ شو يريد من عندنا؟ قول لي، خليه يقول شو يريد من عندنا. هو زلمه، خليه يجي يطوب، ويجي. يعلم القادة العسكريون الذين حصلوا على ترقية من قائدهم العام جيدا أنهم بالقصف العشوائي لا يهزمون أي نوع من أنواع التنظيمات المسلحة، وأنهم لا يصيبون سوى الأهالي المدنيين، ومع ذلك يستمرون في دك منازل الآمنين وهدها على ساكنيها من الأطفال والنساء. أحنا مثل ما قال سعدون الدليمي، سعدون الدليمي قال اضرب الجوامع، فعلا ضربوها وهاي نتائجها. يعني قالوا داعش ما داعش بالفلوجه، الرمادي داعش زي جوامع هم داعش، يعني القراعين اللي بنضربوها هم داعش. هذا الشيء الله ما يقبل به. المصلين جاي يصلون لله، يعني هو جاي حارب رب العزه، ما جاي حاربنا احنا، جاي حارب رب العزه. من يضرب جوامع رب العزه جاي حارب رب العزه، ما جاي حاربنا. هذا عشان الله ما يرضى بي. هذا حمد أمريكا ما سوت هيك، أو إن شاء الله يهلك من فوق مثل ما هلك يعني في حقوق الإنسان. هاي شرفك يعني على عوائل نايمة، أنا عوائل نايمة، أنا عوائل نايمة، كل ساعة قصف 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 قصف. يعني شو روح شوف الجامع كله انقصف. لم يسلم من نيران المدفعية الحكومية المتمركزة خارج الفلوجة بشر ولا حجر ولا مسجد ولا مقدسات، وحسب الحكومة إدانة أن قصفها عشوائي. والله حقيقة يعني هذول ناس عراقيين، يعني ترى مو مجايين من بلد آخر ولا من دولة أخرى، ولا هم ناس معادين للدولة، ولا ناس بسطاء، الطفل والمرأة والرجل هذا الكبير اللي تحدثوا من حرق قلبهم، من اللي دا يشوفوه على أرض الواقع، من اللي دا يصير بيهم. يعني أكيد الكل يتعاطف وياهم، يتعاطف وياهم ابن كردستان، ويتعاطف وياهم ابن البصرة، ويتعاطف وياهم ابن بغداد. قضية إنسانية يعني، على كل ما أعرف، نستمع إلى وجهات نظركم. إذن عمر من بابل، مرحبا يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالبلد احنا اللي نجحوا من الرمادي ومن الفلوجة، يعني مو استقبلناهم بالمدينة مدينة الزائرين كربلاء، وفتحنا لهم أبوابنا، وحتى استقبلناهم بالبابل، مو صح. بس السامرة راحوا. صحيح. وهم هذول هم أخواننا ومنا وبينا وما سبب منهم. بارك الله بك. وبالنسبة الثاني، القاعدة هو المطبة بابو غريب بالرمادي، بابو غريب بغداد، مو حتى النسوان الشيعيات قاموا عليهم، قاموا يأخذون من أخواننا السنة الأولى. إذا أنت ما تدري بيه هذا الشيء، احنا ندري بيه، ماكو شيعي أنت زوجته سنية، بس اللي بابو غريب صارت السنة أنت الشيعيات أنتهم للقاعدة، خلي يعني أنت أداهم ما تدري هذا الشيء. هذا الشيء احنا متفردين عليه وشايفينه. طيب صحيح لهم صحيح. يعني عمر نعم الحديث لك. احنا بالنسبة لنا بابل متزوجين بالسنة، والسنة متزوجين من عندنا، هذا الشيء ما مختلفين عليه، بس احنا اللي انطبت القاعدة بابو غريب قام ياخذون انت سنة متزوج شيء ماكو، لازم تحلل دمها. والله يعني احنا ندري بيها وشايفينها وقاموا خذوهم. نعم 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 انت على الخط. نعم هو شكرا جزيلا. لا عمر عمر لا مع الأسف. أنا كنت أتمنى يعني أريد أسأل عمر، يعني إحنا نبقى نتحدث بهاي اللغة، هذا من الطائفة كذا وهذا من الطائفة كذا، يعني ما تعتقدون أن هذا الموضوع راح يدمرنا، راح
يشتتنا، راح يؤدي بينا إلى مستقبل مظلم ومجهول. ما أعرف. نعم، محمد من بغداد، تفضل يا محمد. السلام عليكم استاذ جلال. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لموضوع التشريبات الإعلامية، نعم، الحقيقة هذا الموضوع يأخذ اتجاهين. اتجاه يحاول التمويه على العملية القادمة وهي قريبة، وقد تم رسم هذا الدور إلى كل من قبل طبعا اللجنة العسكرية، إلى كل من المحافظ بتصريحات أصبح هذا اليوم، وأبو ريشة أيضا تأكيده، وقائد الشرطة اللي أكدوا على عدم وجود عملية هجوم باتجاه الفلوجة. صحيح، وهذا مخالف للحقيقة. أما أن يكون هؤلاء جهلاء، أو أما أن هنالك دور مرسوم أن ينفذوا. الاتجاه الثاني اللي هو أقرب إلى الحقيقة، اللي صرح به قبل قليل محمد الهايف بصدد وجود أوامر لشن هجوم قريب أو شيك على الفلوجة. محمد الهايس لو حميد الهايس؟ حميد الهايس عفوا. نعم. حميد أو هم أخوان. نعم. اثنينهم نفس الملة. اللي هو أكثر احتمالا، لأن هذا الشخص هو عميل موثوق به، وقد تكون لديه معلومات موثقة عن قرب الهجوم. بالإضافة إلى وصول رئيس أركان الجيش السيد جيباري صباح أمس بأربعين عجلة ذات دفع رباعي حتى ينطي ما أعرف يسميها مشروعية أو شمولية للعملية، على أساس وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومن معهم، ولربما تأتي ضمن التحضيرات. لا، هي هذا يعني حضوره لهناك، حتى يقول لك والله الكرد موجودين وفلان موجودين وفلان موجودين، وهذا هجوم تشمل الدولة على وجود. وصلت الفكرة أخ محمد، أنا أعرف عندك حديث طويل يبدو، ولكن الفكرة وضحت، شكرا لك. نعم، محمد أيضا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي، على هذا الشخص اللي يقول أبو غريب زوجه ولساهم للقاعدة، أفرض خلي فرض أن يكون رجال أبو غريب ما عدد غيره، ومع احتراماتي لهم طبعا هم أهل الغيرة والشرف، ولكن إذا أبو غريب ما عدد غيره على نسوانهم، أنت ليش ما عدتكم غيره على عرض الرسول؟ ليش ما عدتكم غيره على عرض الرسول؟ عرض الرسول سبيت وطعنت به الصحابة، طعنت بهم محاربين للأسلام. يا أحفاد بن العلقمي، يا أخي دول أحفاد بن عقمي دول الرافضة الكفرة يجون بيقتلون النساء والأطفال. لا 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 محمد، لا يعني دائما احنا يعني نحاول أن ننأى بنفسنا وننأى بالمشاهد الكريم أن نبتعد عن هذه المسميات وهذه العبارات الجارحة. يا أخوان، خلونا خلي يكون عندك موقف من الحكومة، موقف من القوات العسكرية، من يكون عندك نقد لهم، ويكون عندك بس. أما أن نطعن بنفسنا وبأهلنا، لا، الرجاء الابتعاد عنها. نعم عيني.